المباراة القادمة لفريق جلبة القبائل أمام شالوم العيد في الجولة 25 من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضلا للضغط بالزر لكل الاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضيف للمباراة ملعب سطات 11 ديسمبر 1960 بشالوم العيد. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون من الساعة 2:45 دقيقة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والثالثة 45 دقيقة بتوقيت القاهرة، والساعة 4:45 دقيقة بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة الجزائر الأولى الناقل الحصري للمباراة، وسوف تلعب هذه المباراة يوم 13/4/2022 كما يظهر لكم حاليا في الصورة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.